السلام عليكم. موقع جميل جدا للمصممين اسمه ديزاينز دوت اي اي، فهو واضح جدا ان هو مركز على الديزاين وشغال بالذكاء الاصطناعي. طب هنشوف ازاي ممكن الواحد يستغل الذكاء الاصطناعي في ان هو يعمل التصميمات بشكل اسرع. طيب ممكن نيجي هنا في كرييت، هتلاقي ان هو ممكن يساعدك في اللوجو ميكر ان هو يعمل لك لوجو. تمام، بيقول لك ادخل اسم الشركه بتاعتك وليكن مثلا كريم اريبيا، تقول له جيت ستارت، الصناعه بتاعتها تمام وليكن مثلا اركتكت، سيلكت كاتيجوري، عايز شكل ايقونه مثلا بالشكل دوت اهوت، عايز سلوجان او جمله تحطها تحتيها دي اختياريه مش مشكله، اني ستايل بقى اللي انت عايزه وليكن مثلا اخترنا ده وده، شوف ايه الستايلات اللي انت عايزها، الالوان اللي انت عايزها، بيقول لك اختار بعض الرموز وبدأ يحط لك شوية رموز كده كويسة. فجاب لك حاجات بالشكل دوت، فانت تبدأ تختار الشكل اللي انت عايزه وليكن مثلا الشكل ده او الشكل دوت. طيب هنختار مثلا الديزاين دوت، ممكن تقول له داونلود او تقول له ايديت، بحيث ان انت عايز تعدل عليه مثلا، تخلي حروف كابيتال، عايز تغير في اي حاجة مخصصة تحته. مكان كل حاجة موجودة فين، عايز تغير الاسم، عايز تغير شكل الايقونة، الفونت، الكولر، كل حاجة تقدر تعدل فيها بدون مشاكل. طيب لو رجعنا تاني وقلت له لا ده انا عايز مثلا كوبي رايتر، فانت هنا كوبي رايتر بتقول له اكتب لي مقالة، اكتب لي تكست، تمام، بتختار وهو بقى يبدأ يكتب لك المقالة اللي انت عايزها. المقالة دي مش منسوخة من اي موقع تاني، او بالاصح منسوخة من مواقع كتير قوي، فلما بتيجي تعمل تشيك عليها او فحص ليها بيقول لك لا المقالة دي مش موجودة في اي مكان تاني. فدي من ضمن الادوات الذكاء الاصطناعي في الموقع. ممكن نقول له انا عايز فيديو ميكر، فهتلاقي في اكتر من طريقه، ممكن تقول له مثلا تمبليت، فبيجيب لك فيديو وانت عليك بس بتغير الكلام او الصور اللي موجوده. عندك حاجات كتير جدا، في حاجات خاصه بالبيزنس، في حاجات خاصه بالاوتوموبيل وهكذا، فتبدا تختار مثلا حاجه زي كده وتحط تمبليت، تقدر بقى تعدل الكلمات دي زي ما انت عايز، مجرد تقول له انا هستخدم التمبليت يبدأ يجهز لك ان انت مثلا عايز تغير صورة، عايز تغير كلام، براحتك خالص. كل ما توقف على حاجة هيديك امكانية ان انت تعدل فيها زي ما انت عايز، وليكن مثلا ايجيبت مثلا، تمام دان. وكذلك الصور وكذلك اي حاجة عايزها، مجرد تعمل سيلكت وبعد كده تختار مثلا ان انت عايز تبدل الصورة، تعمل لها ابديت، عايز ترفع صورة من عندك من على الكمبيوتر زي ما انت عايز، عايز الباك جراوند تغيرها براحتك، عايز تغير الاوفرلاي تقدر تغيرها براحتك. وبعد ما تخلص خالص ممكن تعمل لها شير او تعمل لها داونلود. في اختيار تاني اللي هو تكست تو فيديو، هتكتب عنوان الفيديو وتكتب السكريبت بتاع الفيديو وهو يبدا يعمله لك كفيديو. بسيط جدا الفكره بتاعته، مجرد هتكتب التكست وبعد كده تقدر تغير فيه وتعدل فيه زي ما انت عايز. طيب في تاني، في عندنا هنا برضو في تصاميم كتيره جاهزه تقدر تختار منها، مجرد ان تختار تصميم وبعد كده بتعدل الصوره بتاعتك زي ما انت عايز. مثلا دي مقوله، فانت بتعدل كل حاجه من الف ياء، يعني تقدر تعدل الخلفيه، تقدر تعدل الصوره ديت، تقدر تعدل الكلام. لكن لما بتلاقي صوره فيها الرموز ديت دي زي ووتر مارك، معنى كده ان انت في الداونلود ممكن تواجهك مشكله، يقول لك ان انت لازم تشتري الحاجه بي ناو اند داونلود، فحاول تختار تمبليت ما يكونش فيه العلامه المائيه ديت. هو الفريق كتير، يعني الفريق مش حابب اقول لا كتير جدا. تقدر تحاول تختار حاجه تانية او تقدر تعمل حاجه من الاول خالص. طيب
في تكست تو سبيتش يعني انت بتكتب الكلام وهو يتحول لك لملف صوت، تقدر تختار الصوت اللي انت عايزه وتختار هل هو بالانجليزي ولا بلغات تانية، اي كلام انت عايزه يبدأ يعمل لك كونفرت لي. And paste your text in the box below to convert into speech. وتقدر تعمل لها داونلود لو انت حابب. طيب برضو من ضمن الحاجات الكالر دي باليتة الوان تقدر ان انت تمشي عليها، ده بيعمل لها اكسبلور بحيث يوريك الافضل الالوان. من دول تقدر تختار كالر ماتش، تقدر تختار جرافيكس ميكر. جرافيكس ميكر اهوت تقدر مثلا تقول له انا عايز بس حاجه بالشكل دوت. كل الحاجات دي فري تقدر ان انت تحملها لو انت حابب. بعد كده بنلاقي عندنا الفونتات، تقدر تشوف الفونت اللي انت عايزه وتعمل له داونلود. السوشيال ميديا في حاجات كتيرة جاهزة، تقدر تختار الشكل اللي انت عايزه. طبعا مفيش حاجة اسمها كاتبة ابريل يعني، بس هتلاقي في تصاميم كتيرة جاهزة تقدر تختار منها. بس هو موقع سهل جدا في التعامل، وتقدر ان انت تعمل مشاريع بيه باستخدام الذكاء الصناعي، بتوفر معاك وقت كتير بدل ما تبدأ من صفر. تقدر كوبي رايت او لوجو ميكر او فيديو ميكر او ديزاين ميكر، او زي ما انت شايف في امكانيات كتيرة جدا تقدر تختار وتشتغل بيها بسهولة.